يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى عن يوسف أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول هناك من يقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لو طلب العافية من الله لكان أفضل من أن يطلب السجن، فهل هذا الكلام صحيح؟ هم هددوه إما أن يفعل ما يريدون وإلا أن يسجنوا، فقال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة، فعل الفاحشة. هم هددوه وألزموه وألجأوه إلى هذا. نعم.